دكتور مأمون، ردة الفعل العفوية ربما لن تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما نشاهد فرحة بعملية القدس المحتلة، هذا سيمتد ربما إلى مخيمات فلسطينية خارج فلسطين. الحالة الفلسطينية اليوم قادرة بالفعل على إفهام الاحتلال ومن يدعمه بأنه إن قتلت 10 في جنين الرد جاهز من المقاومة، وحتى على المستوى السياسي دكتور مأمون بقرار وقف التنسيق الأمني، إلى أي مدى بالفعل يمكن التعويل في هذه المرحلة على معادلة فلسطينية مختلفة عنوانها التلاحم والتكاتف لردع حكومة نتنياهو المتطرفة والثبات على قرار وقف التنسيق الأمني؟ حقيقة يعني الوعي الجمعي في الجمهور الفلسطيني بشكل عام سواء في غزة أو الضفة أو في الشتات ثابت لا اختلاف عليه بأن الهدف والأبصار كلها والقلوب تتجه إلى القدس وإلى فلسطين، كل فلسطين. قد يختلف فلسطين فيما بينهم حول المراحل والتكتيكات، هذا يعني أمر طبيعي، لكن لا يختلفوا في هذه المعادلة يعني بكل المقاييس وكل المعايير. من المهم أن هناك وعيا جمعيا وهناك عاطفة واحدة وانتماء واحد إلى هذا الوطن وإلى هذه الهوية، الهوية المقاومة، وأن كل الشارع الفلسطيني هذا الذي يعني انطلق عفويا، هذا المخزون الذي يمكن أن يعبر عنه، يعبر عن ردة الفعل التي شاهدناها في النبي يعقوب، ردة العملية. يعني ممكن أي شخص، ممكن أي فلسطيني يجد بنفسه إمكانية لرد الفعل سيقوم برد الفعل، ربما بعد انتهاء هذه العملية يمكن شخص آخر يقوم بعملية أخرى في ظرف آخر، أو ممكن يكون هناك سلسلة من ردود الفعل. وشاهدنا موجات من الفعل ورد الفعل عندما مثلا موجة العمليات طعن السكاكين، موجة داس السيارات، كل هذه كانت تأتي مبادرات شخصية، لأن المخزون الثوري الموجود لدى المواطن الإنسان الفلسطيني يعني لا ينبض ولا ينتهي، قد يفتر قليلا لكن هذا طبعا ليستعيد نشاطه مرة أخرى وينفجر مرة أخرى. لذلك العملية عملية تراكمية، يعني كدورة الحياة، الربيع والخريف هناك فترات من الازدهار وهناك فترات من الكمون، لا وهذا الكمون يكون يعني مرحلة إعادة بناء وتقوية للنفس لاستعادة الهجوم مرة أخرى. لكن لا، هل انتهى الربيع أو الخريف؟ لا ينتهي، إنما هي دورة مكتملة وذلك